بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كواكيل أبو بقول سيدتني يلبات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين قسوة الري فضله مديني الحرم المدني فضله سي أحكام تسوى ينوس والسعودي باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها وحباب هاي الترغيب إلا استعليسي الله يسكو عربي أما الله يسكو بوريو في سكن المدينة مدينة دقيتان كيدي ما قال هذا مدينة إلا الدقو وقوري لقد يتيه هاي لقد يكتو شريعة سدواء ما أنتي يا والصبر إن لود القاتو على لأوائها لباطة هذا حق النور الشعيري هذا النور الشعيري إن لود القاتو. حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبينا وإسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية عن وهيب بن خالد الباهلي عن يحيى بن إسحاق الحضرمي أنه حدث وحوش الرمي عن أبي سعيد أن يكذب ينك يحيى عن يحيى بن إسحاق الحضرمي أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري ومشروب بكنيته ما علوي قانو عانا مال أبو سعيد مولى المهري مال ليلة أنه وري شان أصابهم وحاقب الصدي بالمدينة مدينة وحاقوق بطي جهد لباتو جهد لباطية وشدة رفاد جهد رفاد وشدة لباطنا والله رانكرا جهد وجين كذل كربه ومشقة يدبك وإيه وأنه أبو سعيد مولى المهر ويهد وتابعي أتى وحؤتغي أبا سعيد الخدري أتغي فقال له حكوي لي أبو سعيد المهر وحورنيا والله الله يا أبو سعيد الخدري إني كثير العيال إن عيال بدن عرور بدن بانهي وقد أصابتنا وحانها ليشون وقد على شدة لباتو فأردت وحان دوني أن أنقل عيالي عروتي دينا أنكرو كر المدينة كرروا إلى بعض الريف أن ملها برواق صورا كأوررو الريف للكون بيرلي ذي يبيه إيو مصنوين كسعودان وحك لغا بيرتو أي الريف كالليل هذا الريافنا والغو جمعية فأردت وحان دون مرهدان مدينة كرر فاضنا لباتنا وقبستي أن أنقل عيالي عيالك إنا أنكرو وانقضل دشو من المدينة حقا ضل درانيسا إلى بعض الريف ميلها سي مكعضي بيرلي دانو قورو فقال أبو سعيد الخدري وحكيري ننك أبي سعيد وكيري المولى المهر كيري لا تفعل سدا هيالي هقوري هذا الدلاني إلزم المدينة مدينة لازم وجوك فإنا خرجنا مع النبي الله حكوشك يا هول هوشا سي خصيصي أما قصة أبسنة فإنا خرجنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله بن الله بحنا مالي مال ماه كميدة أظن وحان فيلي يا هدان أهي مولى المهري أبو سعيد أنه قال أبو سعيد الخدري إنه يجيلي حتى قدمنا عصفان مدينة نكبحني عصفان بانو تقنى وامل مكية مدينة ورد حيسوه لي بحق مكي حكته قل يرهبن الحيام يدقي جري عرب مركة نبي وكدو لي دولان بمشا كتغي حتى قدمنا عصفان فأقام بها ليالية دور هبين بنبي ومشى كنا قاعدين فقال الناس الصحابة وحيدة هذا مكي مدمش جوجن عيدا نوايا علا وايا دقال ودع واي والله الله نقول أنا ما نحن ها هنا في شيء مشى وحبكم هاي نيده مشى نسكت قلنا هي ونبي قلنا وسكفر يزتي علا أن لهينين مدينة علت هاي حكم هاي برادك ومش وحي أصاب حينه السمايوش عليا ومركب دقال قربش لسكسي لكن ديل خاض ربات كي يجلي كون الله أبو حلو السوق ضدك وايد بتاع والله ما نحن ها هنا في شيء ماشي وحبكم هاي نجد هذه وإن عيالنا لخلوف هي الكانوجنا أي بيلهي خلوفك يقال حي خلوف أي خال من الرجال رجع عيدا كي ضدك دفاعي برلبك أمرك ماشي لقوا هواني محسي حابتوا لكو صهران بالي خلوفك طيب وإن عيالنا عروطي هارس كان أهل كان نجنا لخلوفنا بيلها يهينو عيدا صولما والدفاع عيسا هاي سنين عيدا كم حسكف الرياء عصفان قال أنا ما هينا الله ما يشكو ما هينا مزيننا ودلادي عدلاي دهينا و ما نامنوا عليهم آمن كمانه إلا إن الله مروا عول عدو كفر يسو فبلغ ذلك النبي أرنكاس أي صحابته يدهدين عصفان كي يدهدين إيا مدينو أي النبي قال فقال وحوري ما هذا الذي بلغني من حديثكم حي وحي سو غاري وركينا فدغ هلك انو فدين ربات كان قال سو ان 100 قنصتي ومدينه لدن وبيله عليا على لو بقيا
ما أدري ما أقول أبو سعيد الخدري شاكي وهلا شكيه وأبو سعيد الخدري صاحب الحديث ما أدري قرن ما كيف قال رسول النبي وإرق أودي هذا محسوس توي لكن حنيش شيء محل شايدك والذي أحلف به الله أن كل أرتان كل أرتي أو من النبي وحده والذي نفسي بيده الله نفطيك عن سيد كجرتان كل أرتي لقد هممت وحان دوني أو أمس النبي وحور إن شئت مدان دوتان لا أدري أيتهما قال لبضع عيري نبي كوير والذي نفسي بيدي لقد هممت أما أو إن شئتم لآمرن بناقتي لبضع عيري نبي كوير بان هذا كالقرين بورنك إلى أبو سعيد الخدري لا أدري ما كالقرن أيتهما توضي قالوا نبي كوير واقعي لقد هممت إيه إنو يري إن شئتم لآمرن إن شئتم مدان دوتان لا أمرنا وحنفر يا بناقتي هالشيء ترحل إلى الروه هريد الله سعر أون ماشى كجره ثم أنت أكد من الله أحل أنا مفرن لها أيضا عقدة أنا كفر وحرقة قنتين يحرق منا أنا كفر وحيان لأن هريد يهيل كل ساري وإن لفره يعني أروح على قصي نستمر كجيد الله ياي عصفانه مدينة ويكفك تاي حق ما كي حكتا ثم لا أحل أنا مفرن لها هاش عقدة حرق أن حري أن أنفرين حتى أقدم المدينة إلى مدينة أن قرأ أنتقه أن آد ونقصده سعود كان حريريو رحلا أن أنكو عبار فرين أن أكون نصن وقال وحول مكو النبي أنت يري كدي حوق صدي النبي حوق صدي حوق صدي المدينة أبي لها مدينة أيا أبي له النبي كعروضي كما عرونين ماشو حكومهين نبي مدينة مكو كبحو إن اللوس الدمري كريم بأجي هاي وملاك واردينيس وين إيمان دونتا مركا يو إنا وحيين ومدينة الدفاع هاي بيسكد جين إلهي عيدا كيسنا وسنكو في الليل مدينة طيب اللهم إن إبراهيم حرم مكة الله إبراهيم مكو حرمي فجعله حكي لي حرما ملك عاد دقال يدي باطو وإن أرون حرمت المدينة مدينة حرمون كما منوعي وحي مكا لقام منوعي جعلتها حنقيه حراما حرم باقيه لو ما بين مأزميها مأزميها يا مأزقيها يا مضيقها ماشي عريريك جقتك الا بضا قوسك سو دوادان ايا لا يدهدا اما الله لا قدر ميدو كل عريريك marka مأزميها waxa lagu wada jabalayha umwi halayn sum labatayha jabalayha harratayha umbalujida حراما بان كدغي ما بين مأزميها لبدا قو وقوقي ثور يكي عير أما والبدا حر شيلها آية من نبري من قلبي من كعكت حرم إذا نبو حفصر أي محو حرمي حرم نمدن محيطها الله يراقين الله دادين الله يراقين الله دادين فيها مدينة دم ديك لغو دادين ولا يحمل عن لحمبارين فيها في المدينة سلاح هب عن لقائن لقتال دقال عن لوقادانين ولا تخبط عن لقراعين فيها مدينة شجرة قيد إلا لعلف علف حولد مويري وحالف حوله الله سوقاري وقيد هوزيه عيال الله سوق رأي مويري إن أن قيد كيقول انتين لقاعين لقراعي كرين أما انتين قول لقليو أن لتفالين كرون أن قيد كي لاما فتبه كرا وضادان أيا لامي سير كابا لما أقول لاما إلا تبه لما أقول لكن علف بات عندك سوق رأي كرتا اللهم بارك لنا في مدينتنا إذن نفس الشيء حرمين الحرم المكي يا الحرم المدني واسكو حقب حقه وحين قصوا مرة مكة مكة نما إلا الإذخراء حديد كان هذا مركة استناها كيمد في حرم المدني في الحرم المدني واستناها في الحرم المكي أيضا والاسكو قيدية لأنه والله حرم ما أطلق هنا هناك فهو مقيد هنا والعكس صحيح نفس الشيء مدينة إذخر لمشيين إذكركم مكة الله شيخ الله فسح مدينة وفسحان يا أصدقون لأنه والله حرم ويسكو حقا يسكو حكومة هذا يسمى مدينة أولي بس يدنين طيب اللهم بارك لنا في مدينتنا الله نوبرك ما قال لنا مدينة اللهم بارك لنا في ساعنا ساعنا الله نوبرك اللهم بارك لنا في مدنا مدك يقع وحكوب يقعنا الله نوبرك اللهم بارك لنا في ساعنا اللهم بارك لنا في مدنا نبوك العلي اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل الله ويا مع البركه هلك بركه بركتين هلك بركه لبا لو كدك لبن لاب والذي نفسي بيده الله نفتيد وقعدت اي كجرتان كدارتي ما من ما مال مدينتي مدينه كمية اما كما ترسن الشعب قل ولا نقب وضي جد الا عليه ودش سوحات تاغن ملكان لبا ملك يحرسانها الى الليل
حتى تقدموا إليها إلى أدقشا نبو أشيبي مدينة بيلهم يأترادين إلهي بان كردارتي قول قول لها مدينة كميدا مجرد يودي مدينة سوقشا ما كبحضا ويسان لبا ملك تاقنين واردينو إلى لنية إلى إذنكو أتكد قليسا ما لنك أدقشان وتقتان ملايتو ويكاد عاقي إذنك العربة إذنكو صفقان دونا لي نبو أشيبي طيب حتى تقدموا إليها إلى أدقشان وما كان مدينة تقتان ثم قال للناس انت مكن نبغي رسوله فدي او عثمان جوغ نبغي او شيغي يا وحول ارتحلوا ررتين كانا وان غورينا مدينه ادينا فارتحل وان ررنا ابو سعيد فاقبلنا الى المدينه المدينه نافك ادنا مدينه وجهتني فوالذي نحلف به الله ان كدارنا ان كدارتي او يحلف به اما الله لو دارتان كدارتي الشك من حماد شكوى من حماد شيخ ابي شيخ مسلم حماد بن اسماعيل ما شك من ابي سعيد ما ما وضعنا رحالنا هذه الرد ما ننكدش إن أورتي جيل حين دخل المدينة تمرك المدينة قال لي حتى أغار علينا بنو عبد الله بني غطفان ابن غطفان صار أورت وجد جن الرادي إن أورتي سيد إن إنه والبا رتيج سيفوسي أربعة وصف كذيب بل أي كم غناينا وحفظ قليوال واي مدينة حتى وحش كدة يا مشر وحش كدة يا مشر حتى غار الى ان صور علينا دوشيده ورن غوسو غاعيين بنو عبد الله بن غطفان بنو عبد الله نبي قاو بخيي بنو عبد العزى بالرجل في الجاهليه قويسك ورك رين جديه بنو عبد العزى بالرجل مركز النبي بنو عبد الله نيمان كسو اسلام يدمن يبد انتم بنو عبد الله واقدم بعرب وحيد او بخيين بنو محوله بنو محولة أو محولة قوليه اللي بدلي مقع أوقود حمين بيوغدك هيا مقع أبه أوقه هو وين أديسته وكيس كده شيء سعيد مصيب أبه مقع مصيب بن حزن نبي حوري حزن كبدل مقع في عمبر نبي قوش بل أنت مصيب بن سهل حوري مقع أبه أوقه بدلي منه مركز النبي ما يبدلهم وتيسي بوتي سعيد حورنجر ما زالت الحزونة فينا ما كان ديننا ما كان النبي ضعيان بدله لبكو النبي وش كبق هاي فربي نون قطيب حزني يتيران والبهار يبلايات دوا شوكتون هارينين ريرك وكب حلالا يدين كابين وحانا خير والبهار بنا ليلة هذا خير والبهار وخير والبهار مصعونا يزي مروقي ما كان النبي بدله ريس هلباتين ما يريس هلسكات النبي وسكتا ما كان يدوق اللي بدله ما هي نبي حرها دوا وطا وحقق قدام مثل إنساني إلى يومنا هذا وإن دوا تاعن تابعك ورنجري طيب مركب بنو عبد الله أو بنو عبد العزى الرنجري واجد من عرب يوكو حما يسيب بنو محولة أو محولة ويقيسك وما يهيج وما يهيجهم وحرت أننا مجر قبل ذلك أنت كهر شيء على هرتنا مجر لما كان مركب أنا قطعنا صوفا كذي بشي أن مدينة كم مغنين وحرتنا ورن لحرتنا مجر يا ابن ادم يا هي الهي بدفع هاي ملائك بهيس مقزحه وحي لا يا بي نمنكي وخرتا يو انت سو دولي واي هدا ما كانو نبي ما سو دولي هدا وا لو شيغ رب الغريب والذي نفسي بيده ما من شعب ولا نقب الا وعليه ملكا وانك سو بر يحر ثانيه إذن مدينة فضيجة إيو سيدي الله أكتيس أقوى إن تهيب النبي إنه الشيخ عليه الصلاة والسلام وحدثنا زهير بن حر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي ابن المارق الهناء البصري حدثنا يحيى بن كثير الطائي حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد يحيى بن كثير بني وذات كوركه المتابعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا إلههم متكن نجا إيوم مع أي المدينة وحلو جد عين بير يا بدر يا الراشين بلو جد عين ريرا بير لي بيا هاي كان عصت ما يسنا هاي ما يسنا هاي في صاعنا سوس كي يجا ومدينا مركا هذاي مركا كان عصت بدلانا كان عصت الله برا كل واحد مع يشد وضع يكون حرنته يكون لسنته النبي وجد عين واجعل مع البركة بركتين هل كبركة الله واد هران جرتينا الله الله قدر وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي أخبرنا شيبان عبد الرحمن التميمي وحدثني إسام المنصور أخبرنا عبد السمن عبد الوارث بن سعيد العنبري حدثنا حرب يعمل الشداد ليشكر كلاهما لبدا وذات شيبان إيوه حرب
عن يحن كثير الطائي وذات كوريا سكسوري علي ابن المارق هنا ابن المتابعين إنك كسوري أصغر أها كم أها يحيى بن إسحاق الحضرمي متابعة قاصرة. طيب حد وحدنا قتيبة بهذا الإسناد سنة قضى أن صوم الريب كتبية مثل وأسوق لي كتبية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري وإي من ليالي الحرة وقعت الحرة يوم الحرة وسيلحني صدح ذا مالك نفك بطناء هرمني القؤين هبينيه ذيب أبو سعيد يوحى أوي مد أبو سعيد مولى المهري بأوي مد هران وصوم الرأي هران وحاو صوم لباطة نقول على كد من أبو سعيد بن أتقي أبو سعيد صاب كهضو عضان إياه وأنقل صوم الرأي سيدنا معاوي بن أبي سفيان انتو النولاء ويلكز يزيد أيو باعه وقاد جري بيعادي يزيدات كديدة وحاكم لها الريح جاز بطن قوت باد ديدة الريح مقيم دي نواد ديدين هو شو وقوق عن سيدنا خاصة عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير حسين بن علي إيوه رك دورا يا هو شو سكبي الديدي مركو صا قل أنت مركا معاوي ويزيد حلك قبطي ابن أبي سفيان يحب الله بدك إنه يحب بعوق قاضي بدك هو وضع قلين كريم ريح جز نواد ديدين كدي بعيدا لبيه طبعا كنا يو شام كسر الدري وهو جامين يي نين لورنجنا مسلم ابن عقبة ويسلف واجد ما أبحيه مصرف ابن عقبة مسلم من عقبه أعرفك وجيستي الدالم نمت كيسي أيو وحو جيستي وحلو تكفير يوي مسلم من عقبه أنا حسان أقتي ذا مسلم كما ها مسلم كما وأنا قال أخي تاريخ ده حرم المدني يا أهل كيدي يا مسلمين تبو استحل دماءهم وحونا إيبيا مسلمين تي بيع العبيد مدينة رسول الله يبرو سدح مع الموضوع يبنان تهاي يستوح فيها كل شيء وحول بعيدك يبروها في سعنتين وحد فولي كرتان وحد دير كرتان وحول بغرتان دور كرتان وحد ديشان وحول بوئذين بنايا فأباح المدينة ثلاثا صدح مع المطبن مسجد كان نام محمد جمع الوتو كان ولا جمعة جمع الوتو كان وفرتها لك جليي ويكو كاتشان يكو حارين كو صار الدكتين سعيد مصيب كل يجيبها كو صور المسجد اللي قد بحين واي دور انه ريم مدينة وربنا ما يحوجوا إسكو في عناية بوحي كل دارتين ولا دين لها ينو والية سعيد مصيب عدم والية مجنوي تذكر عندما نكم سعيد كان يفرطوا نحبوا ذا هيان يكون كاجا هيان إسكار حفر يمعوها إن كبر حين إسكار تكوني عمر عثمان باكملها عثمان عفان ولو دلي وثو مرتين من قيمة بدن يا وحي كل دارتين رجل لم يذا ينو سعيد وانن وال هي مدرنا ويديو اسألوا عن أهل المدينة ومجنون أسوأ يربو كرجع الله ولا يقنا وعرب إنه بتباديه ديجيسة إمسات كيس كل حدلي وحاسو السمعي المهم مسلم من عقبة ومسلم من عقبة ومرتد من عقبة وهي أيه وصوت دري مدينة دو شدو يمت حور هم دون السود ديبا ويكدي ذين والله دقى الله ماي وأنا جزء من رأي نمن ريب بن حارث وريب بن خزيجة بخيانة السمعي أيضا أن لخائم وسكت الشذا أنت بدنا لما تشبيه نمن ولا داء وصحابة له وطابعين له وأبناء الأنصار المهاجرين وأدقى الله ما يأهين ريب بن أمي يسنك والعاني كل سنة مال بيقول ريس مرك يفوت قليم وايين بوري دولة ضيكا خيانة بضان تاي وعيدن زمالي دولة دي قرآن شين ده دولة سير تادي قرآن شين ده من الله ما أركو قرآن شوي أردي وين سعوتا صادت دوي كالي عن حقا ديقو وي كالي عن وحي عنده دولة كي سنة مجر ما يكو سعوتا سنسري الليزر بيكو سعوتا أما إن ده ربو سيئة كسعوتا إذن دولة حقي كوريكتي نمان كأنصارية من الدفاع يقويس علوس وكميت هذا إليه الشيين قويس كأسر دبر جبين رنكو دي لغسو السمي لغسو قلي ريب مدينو حرج وقود دقال الله ما يريب نمي إني تبيان بقر كأسارا يا غبر كلغسو قلي كسال الباب إيي لبي يطبن كن صدن كن أفرتن كن بالقارسية تضباطن كن وذاتا قارسية ذاتك ماشا قلنا أكثرهم ومن علماء الأنصار والمهاجرين أبناء الأنصار المهاجرين بآيين لقطي لبحين ما لن كاسوي كدي مكر لماذين يوحيو لصدح مع المدن من روافص عنت وحو الباء صغير كبير بوران كن بالقين لي وحي لأركبة ورك دنبو سوري ما لنك شراب بسكوك يانا وحي النولاء قاسو حوري بيع اللق ليسان
يزيد معاوية هل قبيعك لك ليسان كو وحان يكون بالبالية كلية إن قرطان وطرادان الضومان أنهي أن نحن عبيد ليزيد يفعل فينا ما يشاء حتى يكون أحرارا مبع مقلسان وحتى يسان نحن عبيد ليزيد النبي يزيد معاوية نبي صفيان إذا درقنا لما محزوري حابدي وحيد هذين يا أنت مرك هذا النف بأنا إني أنا وأنا عبيد بأنا مرك رمدري شبيب وبحي صوص السعودة هو هذا مكو عبد الله الزبير بوربينو أصلا صوت شبيب صوت شون صدو قديد مركو مري ينفته وعي مصر من عقبة قديد بقول أنت ما كان مركو وحي رجرو أي مرشن أولياء كل عين هبارك مدينة قف صدا يلقاس وكون نف بحكو قلفه وحم مدينة كسمية يقف إيمان له ما سمينه أفسق الفاسقين ما سمينه أفجر الفاجرين ولو كان عنده إيمان ضعيف ما سمينه أكفر خلق الله وأرتدهم باصمية هذا وأشدهم فجورا وعتوا على الله سبحانه وتعالى فلسفة الغوش شيء آخرية تاريخ ذا ننكي قول صدوح الرب ويني وكافر من استخف ما عظمه الله كافر وي مدينة وحكرد جاي إني كلي دوته مسقولها الله قاله ريم مدينة وحكرد جاي إني كلي تان خنازيرتي ضوفرة نقع الضوماء بيعلق لينا نحن عبيد قرى مركب مصرف مصرف عقبة وماها ما يكفي ما يكفي طيب إنه النقضه إنه النقضه مصرف مسلم النقضه مسلم عقبه ومسلم نقص صورة قلبه ما وهذه اللي فانزاي هاي وحلقها الله تاريخنا الله سعود اسكى إلى رأي نقاها السقا كذب ناني اللي حسين النمير السكوني يوحيلك كوري يجي مركو لمن يجي مصرف مكو التقي مكو إسوار كقبطي وقو أذومي عبد الله مزور بخلط دقاء اللامي فود وقلون واي من جنيق بيقول ركبين قد الله دار كعبدي بيقوبين أحرقت الكعبة وسقط جدارها وسقط سقفها سقف كي يشنقد صار ريدي بيع قيب تقرأن باش كعبة دونتي دربين ودل العور ودمي مريه هذه وحصارنا نوال لقبي ضبا قبل قبل في جمن جريق وحصوت رايان وتا هلا مرة نجحوا بالله صوصار كوفر السنة هي مرة وحلا صوصار وحيابة قل وتو مش كل عن قبي يقول سأوق بيا كعبد ونبكى والسعود يا يزيد أصلا نفواي يزيد بعضنا كوب بختيي الشام من أفسق خلق الله باسقناها لعن جيسا لعن يزيد معين سلف ويسكم عنده كتب الله قري بعضها القبلنا وحيدونها النقطة ويجاليسيا يعني هالو يتعلم هذا بعضها القبلة جاليسيا لكنه من أفسق خلق الله وأفجرهم هانا ومسلم معلومة وي لعن جيسا سلف كان نقاشين أيوة مركب فردي أو مكاد دش كاف فردي أو دجال الله ما يودك باب بينا يا حقنا الجيل عبد الله اللوجي لا يا يحول محد كده دجال الله ميزان داغيني داغيني ما ونفضح ورم أسرع ورك هلاي سردون بدم بولا وين كلا يا عن مرك وين نقدين عبد الله باسيه يستيم مكة حجاز كتليي مصر قعنت أصوغ شيء عفوا عفوا نوجد العراق قريب كم إذا إيوه يمن أو نقضي إنه قتل يوب بلاد إسلام كبدن كيد أمير يا خليفة نقضي إلى عبد الملك بن مروان وحلك قبطي حجاج وصدر واجد مع عبد الله الود لي أما كل الود لي واتقرنيس قصة في النضاء سوي في النضاء دوام محمد وحي لو نبال قاضي أصطبيحت فيها ثلاث ليال البال بنيس وح البال قاضي نفنو لقمة تجي أولاد العباس هو يربى أن تبى عقل لقول فتول لقرقو رعيب إسلام تدا شوالة طيب قرن إنسان عبيد الله عروتيس عبيد الله من عباس من عبد المطلب قرن إنسان إنسان تو كي والة واجد مع تحجاب كي قرن ويدي هاي ظهر كي إنسان تلقى فتول لقرقو عرو يركب طيب وحال إذا هذا مرك وحي مدينة لقسم يجي حتى في الجاهلية كما دعين وحي مدينة لقسم يجي وحي مكة لقسم حتى في الجاهلية ما دعين قريش بنا صمينين قريش حتى ما يزن صمين تي وي مركز دب كاسو شكتو مدينة واحة لفتي وحيا لوال لقاضي وما دي كدوال لبنا يستانتي دي لقاضي قاشا الله قد مانا إياه وذلك كان تابعيك أسوى دعوة السحابيك أنه جاء أبا سعيد الخدري الليالي الحرة
فاستشاره في الجلاء من المدينة. أبو سعيد أيان كلاتش أبو سعيد بن كلاتش ذي بور في الجلاء كجوردي الجلاء الانتقال من المدينة أنك جوره إن أنك جوره أنكرت وكذل دشوا أتقق حضه أنكقع أنك لا تشذي وشك إليه وحون أشجع صاحب كيا أسعارها سعر كذا يقيمها أنت إذا يبدأ على عرك مرة يسكو شرير سعر بركة كدعي وشك إليه وحون أشجع أسعارها سعر بركة ويا وكثر تعيالي عرب بدنيس أنا هو حاسب أنا هو عيال بدن وعرب بدن بنهايا مديدنا كوبا سنكر لما يبسنكر كوبا راشين لما يقوينكر وأخبره وحوشي الله صبر له إنه سنؤد القادن كان على جهد المدينة من الرفات كذا يا ولوائها شدوين كذا فقال له حكيري ويحك ورمقعي جر لا أمرك لا أمرك بذلك لا أمرك بذلك كفر ما هي إنا كجور تمدينه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر غمض القاتل أحد آدمي على لوايا على شدائدها مشاهد مشاكل كذا يدباتون كذا نورين أو فيموت أو كل تمدين تو صبر ضل قاتل إلا كنت لو حنون قنا يا شفع إرجعي يوم القيامة هذا مدن بهاي عازية أو شهيدا مخراتك عن قنا أم مخراتك عاسق أم مخراتك عين يوم القيامة مالك آخر إذا كان مسلما وإنك صوم الرئي رواية داس إني إبن دونت إن شاء الله تعالى عن أحمد إن أنكس يقولون حديثي هو لأنه صوم الرئي إذا كان مسمح على الشفاعة والشهادة وشغلكم لها الشهادة على الناس قالوا ربها سوء قليس لكن الشهادة له مسلمين تأسكله الشفاعة وأهل التوحيد فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذن ساسا مقالية دول قاضوا شفاعات كه الدنيا ده نولشيد والاسكذا دول قاتا والمكوبا وشيء معدودة وحلا تريه تبرمله اسكتشو حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب جميعا عن ابي اسامة حماد بن اسامة واللفظ لابي بكر بن نمير قال حدثنا ابو اسامة عن الوزن كثير عن حدثني سعيد ابن عبد الرحمن بن سعيد الخدري نقاسك روى عنه سعيد بن صالح والوليد بن كثير هذا هيسان وكذلك محمد بن اسحاق ذكره البخاري في تاريخه وكذلك ابن حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل من يربوع الاشبيلي الحافظ وحجري تراوغ اي بخاري يا ابن حاتم في تاريخه ما يكون شيغان اي كو شيغان ميل كان ايسن كو جرحنين هلكنا ايسن كو جرحنين ميل كان ايسن كو تعديلنين هلكنا ايسن كو تعديل ممن يحتمل حديثه عند المحدثين فاذا ابن حسوق غوري مغلطين ابن رجب ويسوق غوريا من ذكر البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكره بجرح ولا تعديل هنا ولا في غيره من كتبه فهو ممن يحتمل حديثه عند البخاري وقاعد أن شبين وليبا لكن مركز إيه كانت نينو ميالك القدرة إيه كانت تاريخ وكاقا أمس مركز الفشل قيد كوينسي سلو فليو ممن سكت عنه البخاري في تاريخه ولم يذكره في غيره بجرح ولا تعديل فهو مقبول الحديث عنده بيدان حفاظه باستغراب يكون كيرين الحافظ من يربع الاشبيلي بسوق قورية طيب ولي بالنص بخاري بسوق قورية نين كان أكمل وذاك ابن حبان في الثقات مسلمين رجال شسو كمد يا مركة وركة حافظ كل ومقبول إن لي الحديث وحبك ما تشراوي طيب مقبول الحديث بوردين كان سعيد من عبد الرحمن ابن سعيد الخدري ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح ولبع عن أبي بكسوق قورية ولم يذكر فيه بجرح ولا تعديل وذكر ابن حبان في الثقات إيه المهم مسلمنا من باب المطابعات بكوك أنا ودوجي دامن في ليا نقاسك على ومن رجال مسلم وابي داود وابن ماجه على أقل تقدير وإن لا يوني صدوقة لكن لا وضعيف ليلا هذا ما لم يطابع ليلا هذا حقوة وراء حافتك لقي يلينين أنا قلتكم أن عبد الرحمن حدثه عبد الرحمن باوش سعيد وابيه هادي عن ابيه وقت به يعني سعيد باوت به وليد وحين وقت به ابيه عبد الرحمن عفوا ابيه وحان رب عبد الرحمن ابيه ابي سعيده ان عبد الرحمن باوت ورمويلك سعيده حدثه عن ابي ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني حرمت وحان ممنوعي ما بين لابتي المدينه مدينه لابد الشيلو انت ودحيسا لابد بورود كما حرم ابراهيم مكة سو ابراهيم مكة وحرمي قال ثم كان ابو سعيد حول ولك عبد الرحمن ابو سعيد وحوها ياخذ كي قبطه احدنا متكانو قبنجري في يده الطير كعنت شمبر قوته
فيفك من يدي قعد سوكسي دنجر ثم يرسل مكاس ودرا يا شمرك الرحمه وحوله ابي ابو سعيد يا مركه قارك حنو سو بانغ شمر سو قبسناي ميلها من مسقعون يضبسنا هينا ضب انتو نسيو نغا قبطو يسيد دنجر ما هي 12 قرو وغاده دي شمرتي ده وحرم. ثم كان ابو سعيد ياخذ وقال ابو بكر يجد ياخذ مشهدي يجد ومركب حين نقول ثم كان ابو سعيد وحوى يجد كيهلا احدنا من كيو هلي جري في يده الطير قعد سوى الشمبري كجر تاما هات كجرته فيفكهم يدي قعد سوى كفر فور جري في ثم يرسل مركز وسيد جري يعني معلش دوا معي ابو سعيد بعرورتي زمرك وكو ارك يقول الشمبري سوقبت من نجوكتا كسيد جري معي لما دام ان لو غارسن كرين شمبرها مدينه هذا هو حديثك يا ابا عمير ما فعل النغير ما حتقص ما ينسان ما تكليدين طيب شمبرتي انات كعيارتي كل جوتو دقاليستي انات وغارستي كل دوانتا لو ليرت طيب شمبر كشمبر يرو ويل كوس كغا عيارو لا جوغو لا ربايدو هي ميا لو غارسن لا ما غارسنين طيب مد اللبات حديث كاس وحوابه لقبل تحريم المدينه انتو النبي وحرمين المدينه يا عيد والحكم لا يتقدم على سبب اجماع اجماعنا حكم كان كما هرمره سبب كيسا طيب وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا علي بن مسر القرشي عن الشيباني ابي اسحاق الشيباني سليمان الشيباني عن يسير بن عمرو الكندي ومن كبار التابعين بل له رؤيا لهذا رؤيا ولا هي طيب في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من وين يقان قروها عن سهل ابن حنيف أسير نوال آخرية يسير بن عمرو يا أسير بن عمرو أنت هو الذي هذا الكندي ورقى هذا لازم عمر بو أحاديث بن كورية عن سهل ابن حنيف قال حول الصحابي قاس أهوى رسول الله رسول الله وكفي قي أما كفور الشيء بيدي قعنس إلى المدينة حق المدينة فقال وحولي إنها حرم آمن إنها مدينة حرم أي محرمة من الحرمة والغامة من عدل كإيديك دادنت يوغارسك إيجادا قرد وي آمن آمن ليو ننك جوغانا وآمن آمن نقوني أيضا آمن بمعنى كعدل وكلوي بمعنى عادل طيب وحدثنا أبوك النبي شيبة إنها حرم آمن ربنا من حقوصة مي وحدا إذن سو شيئا كدرا بي أن يربع إذن كسو قال أخرية تاريخ يوم الحرة وحجي ومن مصائب ابن حزم مصائب الإسلام أربع أفر بوتري مصيبة كوبات محيا هيد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم استشهاد عمر ثم قتل عثمان ثم استباحة المدينة يوم الحر مصائب الإسلام أربعة ألا قصوا كبن لا يهيبور من دا أيضا من دا وحاوة يا دي وفلوا بن آدم سميوي من دا وفعل رب وفعل رب لقاها اللي ماي وموت رسول الله عليه الصلاه والسلام اتى لقاها اللي ماي وحا لقاها الله وظلم كان كلي يا فدن كلي حدثنا ابو بن شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قدمنا المدينه مدينه نسوق الله انه مهاجرين وهي وبيئه وهي وبيئه ايضو ميل ملاري بدنا اما دوما بدنا وبيئه من الوباء مش عذر كبدن اقنين كبدن ان عرقس عرزنك اهين نينك هبين بريبا وقندنيو يا وبي ادى الليل هذا الرمدو وكلا كان عب كان عذر بدن اقنين كبدن فاشتكى ابو بكر باشيكتو حنون صدي واشتكى بلال بلال وحنون صدي لما بيوت باكو داعي دل طبي فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى اصحابي كل يقول ما اصحاب لم بحنون صدي ابو بكر وكي حقوق قبي تري بلال وكي كسي داي اهلوا بين مكائي رول أجن وقيام بدن وعرق ونكسن بأيهيد وقنين لهين ودك بان لقاء قبنين مدينة مركب بيب بدن وقنين بدن وحلق بدن وننك فرسته وكو حنون سنة يجي مادين واشكت مكو نباك الشيء حنون كي حنون سنة يعني يجرد يقول على صحابتي قال بحر النبي اللهم حبب إلينا المدينة إله يوم مدينة شعليسي وإلا بلك عين وهي كعين صحابتي قال لهم مدينة شعليسي كما حببت مكة أو أشد صاد مكة وجعلي سيس قلبي قال نجا الله من النوجع أما سك الدرب عن من النوجع لان وصحيحها الله في يوم عذرك كقاط دو ماذا فرد ذا الله دافي فيروس كي بكتيريا ذك بابين هي من هنا فرد الله كسيقات
وباق لنا في ساعة ومدها مد كيري ساعة الله نبارك وحول حماها ألا أوريك دوما ديدا يعذر كيدا إلى الجحفة يهود بعد دقنين مركا جحفو قال دقنين مش جحفة الله إلى هذا قال دقنين ولبا يهود مركا لو حول عذر كمسلمين تالله وكاق هذا وكفريسي يهود وحول ألا أوريك إلى الجحفة الجحفة واحد أوريك حماها دوما ديدا عذر كيدي حديثكم حقاقة سلفكم نو اجماع بسوق وريي ان بنانته المسلمين تعافيمات ان لوغ دعيو غالدان عذر لوغ دعيو الى كورونا فيروس كسيدا الى يهود عذران فلكي لغلين لوغ سيدا ان داويس لهلين المسلمين تعافي با لوغن كرا اما لوغ قنودو اما يا لوغ قنودين الدعاء للمؤمنين بالصحه والعافيه والدعاء على الكافرين بالامراض والاوبئه يا لوغ هباريا هو شو هذا ما بيقى السميع عليه الصلاة والسلام مدينة لو كوريج وكوريج هل هبين هذا الجحفنين كبرية بيه هذا كهبضة قن الله سبودية أرضي تجابي قن الله سبودية عذر كي بالكوريج واجد من بوالدك ولا قلت هذا واحد كان مشر وما لقوا دمان هاي طيب إشكال قلايدهم كوي ما نيا هذا الكلام نبي وكيد أحد يدور كوي وباء يطاعون ماشي لو شيغا هاغلينا مغالا اجوكتن هادو كدعنها كعرينا فرارا منه مدينه هادي او باء امراضي وباء وفديي نبي محمد يا صحابه مخي اوغو سوجين اوسو غالين قالو يمادين طيب لبا جواب في عن بيسلف كب خيل هادي هورتا هوشاسي حكم كو حكم كو نهيك أمال وباء يطاعون كدع إلا مقل كراد دنبيي والحكم لا يتقدم على سببه نبي محمد يا صحابة ونمدر وحي مادين قبل النهي بي مادين قبل النهي عن القدوم على أمكنة على مكان الوباء والطاعون بي مادين تاوى مسألة مسألة باطل وجواب جواب طلبات إنه مهم كوحوي نبقى تديده وما تديده وباء يطاعون كعام كا الله رمان أيوه مش حقول لو يرقندان هي اللي سكك عايمة وحلا جهلا هذا يتسان نقطه مقالين بين بلد دقيق سماه دول بدون وحيلة ده يدوم ده يفرده ولو بابا هاي لكن والله ير حنوسن مواتكك عي مقال مدو جود حقول بدل غزيوت جد خرر لقو كريو من حاجة تنبات فرن كدي من واتكك عي وركان سنتين في غلطة مديون ساسي أيد لو بدنا ماشي حنون كده وام حي لكن والو جود رفاد يشريهم ولو جود رفاد يشري واقدم بنا مقال عافات ما ينقط ما كل قرر رأي بلايدي فردي لا قرر رأي بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا وهذا من معجزاته وأعلام النبوة عليه الصلاة والسلام وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه حديث هذا صمرتنا وكلا يشيقين وحدثنا ها قال الله هباري بلاي عذر لغو هباري هذا ضد سكتر هذا ملا قابا قال هذا ودكتين إن السلمان وركا ما أقوله حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس العبدي أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي حدثنا نافع مولى عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر إنك أود القاتل على لأوائها لبات هذه الرفات كذا حقا نولليت كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه احاديثا قيبكم ونصوم الري ونصوم الري وحدثنا يحيى بن يحيى وانا قصون او ذا سوى للتقسيم لا للشك طيب حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن قطن ابن وهب ابن عمير بن الاجدع الخزاعي عن يحنس نوال اخريا مولى الزبير اخبره انه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنه نين كان يوحنس ايا وحوف فديي ومولى الزبير ابن عبد ابن عوامه مولى مصعب بن الزبير ايا وحول فديي ابن عمر في الفتنه اي ايام الفتنه فتنه هذا على قودا عبادتي دغالك المسلمين دحمارا حق بها نقضي وفتنه ودب ان لو باهني حوق يحبط ما كان لو بخي اهيد وي مسلمين اسكو سو نقضان ما منا قرح سنه هذه لغا ودا حق يا باطل لغا ودانا فيدنا ما اها الا الباطل قال كي حركه دعي ريم مدني ريبن امي وحا قر لها
كريم مدينة قر لها أهل فتنة يبغاضنا رهبنا مياها لأنه بيعدا يزيد بيع صحيح ما هي وحكوه الرئيس بيعدا عبد الله مزور بيكوه الرئيس مركب بيع صحيح ما هي مرة مضني فاسق شريب وها ما هي مركب مضى ينوم مض حيل كذا قبط مضنا متغلب مضى كات كائن هران ما هي إلى ومرك أنتوا أود استعمالي استتبد له الأمور قبلها متغلبنا ما هين إن أحقية لنا ما هين ومستحق للولاية ما هين صادرت علماء وحيسكون راعين إن عبد الله المزبير وكب منا خلافة عبد الله أم منا مرك يجا بغاضها سيدا شرعي فأتته وحأت من عبد الله مالمي حرة مقالة مدينة لباب عشي وحل أفق الله سهل الله وياك قال لو قد ماني مولاة له قبل حرية أظن حرية بأت من صومرة عبد الله بن عمر من الفردية فقال الوحي كتري إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن هو إن المدينة إسكاقا قحان ربا ميلها كل إسكاقا هذا ما أحبان كتري فأتت له فأتت وحاوت مولاة بأوت من له أصدقوا لها تسلم عليه السلام عيس انت وتقرن إذا ما يقدر إذا فقال وحيت لإني أردت الخروج إنان بحان دوني يا عبد الرحمن إنان بحان دوني ماشي أبو حسن وعراق رواية دي ترميد بأن يكون مرة صدح كون سيد سقال بقول طباني سيدين إني أريد الخروج إلى العراق عراق دوارول البيرات بيوق دجلي إفراد إيساوق القولة هيات او برواق صورم بوها هل قصص كعرية فقال لها فهلا إلى الشام أرض المنشري يقول مربط القحيزو مع العراق دون ما الشام آدد بكور مركوري رواية ترمي بعض انت قدرتي فهلا إلى الشام أرض المنشر منشر هدد مدينة كقحي عراق هي مشرق محد كدوري ما تقلبيت آدد إلى الشام وأرض المنشر ثم مركز حكويري فقال لها حكويري عبد الله اقعدي فريسو هذا قاقي في رواية الترمذي اصبري اتكيسو دول قاض لكاعي دقون يهي لكاعي مركا ودقون نمو روح دقون كا يا لكاعي ليلة هذا مركو يهي دمر هذا لب يهي لكع بال ليلة هذا لكع مكا جاهلية انير مقراطئي ننكا ما انقاب كي يالي هذا وحكو لكع على سكيد هذا المها يركع دائمها إن عقلك بنضي وحكى الجني ولي أن تبرئس وكنا بيكون حسن يرب النبي الرهادني أثم اللوكع أثم لوكع مشوق حسن ما النبي الله هو بحي طيب مرك المها يرئس دائما هذا دوام حسون وجاهل عقلنا مجهور طب خش كقدر مسق الله سعود قبلنا أفكل آدي تمر يدمل طبق الجرن ما هي أبي سقاط بالليل هذا وسق قال سعود أبو قبسان هي اقعدي فريسه ولا قاعد قن يا فريسه دقاقني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسغولي لا يصبر امد القاتو على لاوائها دباتوين كده وشدتها الرفات كده احد ادم مسلم الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن فديك محمد بن سعيد بن فديك اخبرنا الضحاك بن عثمان الاسدي عن قطن الخزاعي وذكر ان سمر قطن وهب بن عمير من كثمر تيمو عن يوحنس مولى مصعب ابن الزبير اما الزبير بحريي او مولى مصعب حلولي مجازا اما مصعب بحريي او مولى الزبير حلولي مجازا ويلك سمو مولوي على بعضهم متكوت با اصل حرمه حرين تسكلها ويلك يا ابي مصعب وابن الزبير زون عبد الله ويلك هو مصعب وانا في يمن افدي جرمرنا عراقي بصره كتلنجري عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر قف قد القاتل وقسدا على لأوائها عليس كذا يوشدتها الرفات كذا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة ونبقوا جيدها مدينة لبك كاقة إيماني يرفات كاقة إيماني يضولا كاقة إيماني ضدك دكساته أدوه شيئا نبقى عليه الصلاة والسلام مسجد كيسا بركضة للك قبر كيسي وهلكم كودوغا صحابة الجوكتي انت تاريخي ما آثرتك يا اللي شهداء أحد با أنت كون موضة بقيع الغرض با هلكنا أحد با جبل يحبنا ويحب ونحبه يعني آثارتي إسلام كود حسن إيسا هدى إني سيود اكتاد مويسا قرآن كقال الله وكاد جوت مالي هؤلاء قسيي إنتا سادوا وادح الدينيت قاتشدنا ويحبير مالمو الدنيا والاسكي قتك
طيب marka hadii la sabab dhigo dhibaato ku soo gaadhi iyo nacfiga meesha ku jira diineed isku ma dhaw isku ma dhaw liqana islina isliya diinna idan ku hayn baad ku nabaysane maxaad ku diidan madina u dul qaadataan طيب ودينات كهليسا وحدثنا يحيى بن ايوب المقابري وقتيبة بن سعيد البغلاني وابن حجر السعدي جميعا عن اسماعيل بن جعفر الزرقي عن عين علم عبد الرحمن الحرقي عن ابي عبد الرحمن يعقوب عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لاواء المدينه مدينه دباتوين كذا ومقصده وشدتي يا رفاد كذا احد من امتي احد امتي اذا كثر سنه مسلمه الا كنت له امه دعوة اجابه لوجهه الا كنت له شفيعا يوم القيامه وشهيدا بل حديث ابن عمر كم مره في جامع الترمذي من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والقرنيسان من استطاع ان يموت في بالمدينه فليمت من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها نك اودا ان المدينه كدنتو ها كدنتو وا لو خبالو قفكي كدنت لو خبالو اخرنا اشفع قاضيه قام يجي الاورنجري الحكم اذا علق بغير مكتسب او بغير مقدور عليه صرف الى اسبابه او الى ثمراته حكم كشرعي هذه لو خوره شيء انو ان اودي كرين فهنو وحا لغا ودا وحي اسبابته اها اما وحي كدلنيا لغا ودا وا ما هي مدين نينك اودا انو كدنتها كدنت منغا اودنا كدمن ودك يا هيا وما تدري نفس باي ارض تموت meel aad ku dhimo meesha hartaadu kuma dhiman kartid hawla gacanta ku haysa ma waxa loo jeedaa ha ku dadaalo ha isku dayo ha la yimaada asbaabti keeni lahayd in ajishu ay ku hesho madiino bimacna waa maxay hadda gawey ninku inta badan ku dhintaa gaaliban meeshuu degan yahay ku soo koray uu joogo xadiidkaasna waa ku yimid man istataaca an yamuuta bilmadiinati falyamut biha fainii ashfacu liman yamuutu biha وحديث صحيح الترمذي غير كيبا اي صحيحيا حفاظ وقتها كسوغان وحديثك وحدثنا ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينه ابو محمد عن ابي هارون موسى ابن ابي عيسى ميسره الحنات انه سمع ابا عبد الله القراط ابا عبد الله القراط من القرط قراط محاوي وشقديس وحيد من تري مراقه ابقديس اما قلول سقسق ابقضه ابن تري oo calaantooda iyo qoloftooda oo lagu magdin jiray harga lagu deebin jiray marka saasa qarad loo yiri kana yabiu alqarada yaqul sami'tu abu hurayra radiyallahu ta'ala an yaqul qala rasul sallallahu alayhi wasallam fa dhakara bimithli bu shaygay wadadka abu abdullah ya wa hadathana yusuf ibn isa bi dinar az-zuhri qala hadathana fadl musa ar-razi akhbarana hisham ibn urwa an salih ibn abi salih abi salih عن أبي أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة فذكر بمثله هذا ثم رئيسين باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها وحبابي هاي دورد لك دوري مدينة من دخول الطاعون طاعون يعذر أمضى سمة أما إكاية وذكارة او بابيه مدينه كما دعاي في التاريخ الى يومنا لما هي مكو كدعي ميلا بدن بو كدعي ادون كدن بو كدعي عراق با لوغ رغمدي شام با لوغ رغمدي طاعون عمواس با دعاي في خلاف سيدنا عمر طاعون الجارف من لي وحاق له به حاق ومد مدن بلدوس كو حاق هيا دعاي رمي ولي ما قبسن با هي حقوق معوله غاجو وا لا يابا انه كتابته لكن فدا ددك سميسي مدح كو تابانيس إلهي وك إلهي بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يود الدجال إليه الدجال سوق لكريم إمن كريم سيدا مكوك علي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر مسألك نبي محمد ونسي جري قاعين جري أما عارفين جري مجمر كان وحسكال عبد الله ونسبة اسكال ويلكو اللوتر ياي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه على انقاب المدينه اي على طرق المدينه مدينه ودوين كذا وحا تاغن الانقاب وجمع النقب هذا سمرين وانا ودوين كيف فجاجته
ملائكة ملائك باتاغن لا يدخلها الطاعون طاعون مصر وقاله يا ولد دجال ودجال مصر وقاله انتو سودوا له وإلى المدينة ماشي نبي محمد فريج المر وأنا عكس صار عيل أسوق وقبو سودوا لي مركز أحد قلاش هذا بيضا كنت على عرسيشة مركز زوج قالوا يدقاق واي تنوي ماشي كاري سنة ما قالها هل كان كلا حيا بوله كدي بنا لولكو عجها صدح بركو دفنايا مدينة دم باقل جليس ما كان جلجلته وحاقحي الدجال كو عرري منافقين تي قال ذي مدينة شوكت وحاقو هاري مسلمين مركز الملاعب وإيمان الضباط كجلي شام بو عرري ماشي اللي قد الله بتجي نبي عيسى قد يجون باب اللد دي مش قكر كذا سدا سوي وحدثنا يحيى بن أيوب المقابي وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أخبرني علاء ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح مسيح الدجال بإيمانيا من قبل المشرق حق بريب كإيمان حق بريب عراق حق كصوبه مشرق قد مقشوه مكة مدينة لقاها الله حجاز لا تشوقه وعراق نجد ما همته وشدد يسوي والبهار كسوه وحوي المدينة مدينة وقاله مركو باري كإيمانه يا عراق كإيمانه يا دنت أوليها وإنه مدينة دحستاغو مركو اللي النبي محمد بن صوبح جساسات مكة لو تجي سيود الدجال لا تقوقيسي النبي محمد صوبح مهجر لها وكين ناف ناف صدي فريس ويدلع قاري هذا ود وقب النبي يا مدينة أيو مسلمين دجال هذا هو سيدا دجال والبحور نعبي أدون كمسلمين تنك حقه يقولوا حلوق يا هوي أدون كذبوا فيريا وذات با وذات حكيم أبو قيم عاصين تكمل وحاول لو يدي جماعات طبعا جماعة لو يدي جماعة هبلة يطائف هبلة يقر هبل يقر هبل بالليلي كيف حق يقولوا قال هذا ويدي يوري قال هذا ويدي ما حد كوا ذا بالليل قال هذا وأيضا ذكي قانب ذكي يقانب المسلمين تفي عني كون في عني ضائف هذا مسلم كما أنت أدونك أقول نعبيهين أي إسلام كأقول دبوري يقول هذا دبو فيري أنا أسوى فيرنين إن عبد الحسن محوي رحمة الله تعالى عليه نمو قال كو أماني كادمي نمو قال كو أماني كادمي ما إسكنتي جوابت وذات كان عربيذي إيه مجاهد الكبير السيد الكبير جوابتيس قول يا بريان وحي والله إن عبد الحسن سيد قال المجاهد الكبير ننفي عن بوا خير بضم بوا لكن أخطاء أخطاء بوليه ميلو أخطاء من حيث الكل شكر رقيصة ماشو كويسة من حيث الكل أحد قبى بعد الرسول الله أحد بها معصوم مجر موقت وحان بحر محل نزاع مدى لقوم اللقوي وحان مع النزاع هين ومورا كتا قنين ومضلو ومرن هبابين وي ومرن هبابين وي أبو بكر بن معصوم هاي صدوق هذه الأمة أيان معصومة هاي طالق ما الله دقال كين عبد الحسن أوه ذي الصومالي كو آدنا دقال خلدن بو أهانين كقبا أني قاطوت كقبا كل وكذابين ومفترين أم علم هالنقدين أم عام هالنقدين هل قيس أو صوماليات أو إن عبد الحسن أو ظلمين مجر وأتحدى إن لا يسوه أم أقادين هالنقدين أما هرتهان نقدين أما إساقان نقدين أما هويان نقدين هوي وحبي عم بكمان نسوا قاعدين وركام دكتي دقال كهل كان كاي أو ودي الصومالي أو لقى لين عبد الحسن أما رجو كل أي أما جيل أو كوكا أما لقى كوكا ذي وخل دنا نك أورنايا هاي سوق ونما دين تقولين أما تاريخ لا سحنو لا بد من أمي ونما تاريخ ذا سيد كيوحد عيان حقيقة وهاينين أما أما أقون در رأي هاي سوق وصور راعي كرا عام يفارق قبيل قبيلة أي هيسو عام أي قبيلة هيسو بين تاسك الدائية ملاحظات دينية وعقدية أما فقهيات وأصوغ وأمن سان أنا وأن أقعي ومسوي التواصل بقبي بجاه الأنبياء والرسل وأنا بدع عندنا لكن كفر معها وحاين كلاه لوام حواجهات كيسي إذا كمان الله يقولها كلاه كوري كيسان إزال هل كان كيسكو آدنا دلك الصوماليات إن إثيوبيا إن لحوريو حبشي إيو إنجريز
يا تلياني يا دبرون كودي اللي جحر يو بقولك وبقول بكسحنا هل قد يجوان وقاتوه خلد من المجرو نينك هوش أمورك قبنا أنا جاي ماد نحن كلا طبعا ديارو هاي منو بين عليها وعديه أما وجاهل ياي وركز كعيل عليه عام هذا ظالمين تفجر هذا علوم هذا يمجاهين تلقود دريان الهرب ودينك علماء ها سيدك وافي عنا لكن قبائل بك قبائل كم حيان قبائلكم قبائلكم حيان صوصو هل دعذيك جزئيات كان ربه هل دعذ وجهات كيس قصاف سنة وقدت كذل مكان يا كنت قوية علماء وقادين المؤرخين تين وحجر لها بشيء هذول وادين وادين بس شجانيس شاكب بلاش ما شو كويسة وإذا بدر وحاس تاريخ العلماء إني هل جينا لقدرنا أنا قدر إسكي إلى لي وإذا بدر أنا يا معصوم بها كما الله وح معصوم النبي محمد باكجرة يا أنبياء وح قال الله إن هل جنوا قريبة دوريسان واللي ذين قوان كوا قاتي ومثل وريب القوة الرأي يجيلوا قال خلط بها نبقى إذا استوحوي وحقال ابن خلدون في المقدمة في التاريخ أخرية وحول أحداث واقعي تشوقين بلغو قيمة إياي كادو هذا أتشوق تلغو مقيمة سيد كدد كل لد قال قال عد عد إيا وحايا انتد قال هي أؤه قرب أؤه خائمين يخوان يا أهاي انت كلانا نيمان أسوق الظلمي وكحت قدبي وإسكت دفاعي ودفع الصائل بي أهاي نينو من باب دفع سائل اسكي عليي ينم من باب الرده والكفر كد لي وقد عيب اهي دتك لبداس اهي نين مسلم او مسالم او سيد كوير او خول كدعي كينا ورك بينت وردان رحاوين بولايو كان محله اسبي واغ مركو بري هادو كوي مادو اف قال يا افس لا واش كبر لي وحبا كيف جيران حق سيد كرحوين كوارك غورمو زو غاري عيدن كي سو بنا هيرام مسو دافين وحافظ فلسفة إسكادا يدردها شيخ حسن برسنا سيدا الله دولما شيخ بشير وهرير قيسة وربرعا سيدا الله دولما نوال بو واحد انتروا علماء وسوها القمية وادبين كشيك إسان هدون واتكو الله إنسان بورم بو آي وصمالي بو آي نقو آبتكو آي ستان إسكايلا هو شايدا حقين مري يا يأتي المسيح الدجال مسيح الدجال بقى إيماني سيد كأب بنوش عليه نول بوي حتريب عن شعلي دن خاسنا كمله ما بمعنى إنه دفاعي نعويها وحرو الدفاع هي هيه إذن كإذن متلية وحقه إذن كلها إن عبد الحسدون نقول الله هينا كريستن بان نقول الله هيدين قال ذي بشيء جي مش إنك الصومالي كسر برجع أفريقيا يلا قط لقى يلا قط كريستام يو مسلمين تبرج أفريقيا جوجا يلا بقول وصلنا دي بودي جيرا يقال قري قال ذا قريس مشروع عصو حب فشلي لو بقول وصلنا دي بودي جاي بقول هذا وصل مرتين بقول كل لواط بهذا إنك سر عذا الصومالي وحال الربا بقول كي بشيء يطمن لقى ذي كريستان مركز الله أقول الدول دين كي استقط إنت كورس الله ما أقوله بين اللي دين شيء إلا كريستان كينو دلي دي بلغا كينا الصومالي داي بقول كي باشان يطمن نقضا وحكم كصومالي لو ديب دولت إن دي استاك دا قالوا مو أقولو لذي كان يلي ماي أما حسن قرقر تاديون كل عيارة أما فرما جايدن وريريو أما حمزة عبد برد هادين سوال لبستو أحبا كما جرال حقيقة قوير وين الحقيقة سو شاكتان انت يرت نصارى دي اتوبيا لو ديب ملايين تيتوبيا حكومتال ربائن لقصم ايو مقدشية الصومالي لقصم ايو oo boqolkiiba 90 ay noqdaan muslimiin ay raaca in yar oo haakimo oo nasaarna ay adduun ka taliso way wadaan waxa loo ogyo shir lagu sheegay way qoliyaha in jooyo u shaqeeyo Soomaali waydiye waydiin sheegayaan xubbay ka hayaan laakiin idin waxa tan ki durbaadin garaacaba wad ka dabayaaysa yaati almasiihu dajjal ba imanaya min qibal almashriq haqa baribu ka imanaya himmatu والبهار كيسي وحا كتا وطنتا كتا وحاوي المدينة حتى ينزل إلى ودقو دبر أحد أحد قداش خلف أحد ثم تصرف الملائكة وجه ملائكة وجه سليحين وحق ورفان والله حكماي قبل الشام حق الشام بلوع سيدين وماشي لقود الله ملقي كوكالي وهنالك يهلك ماشي سنة قد مانا يايو نبي الله عيسى كود لدونا باب المدينة باب المدينة تنفي شرارها سباب كم بقاري كرو وحديث كجل عسنا عن يرسعه إن شاء الله
باب المدينة مدينة تنفي وحي اسكت كورو يعايريني شرارها قوة حنحن ومقالا اسكت فطو اسكت صوصارتا انت ذلي داتا مدينة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردية عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ورث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس يأتي على الناس ضدك وحاوي من دون صومر دون زهان ونحلي يدعو الرجل نكو أييري ابن عمي إن ذلك أييري وقريبه وحقال كيس أييري سكيهيس محكولة يا هلما إلى الرخاء ورباغضة أكالة سكيك السكور ماشن قاتش امتعان كو إما برواقضة هلما إلى الرخاء هلما إلى الرخاء والمدينة مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون مدينة أنا أخير بضان هذا يوحق رمنا يا محال لغو يري الدنيا محكتك يا دين. والمدينة مع الأوائها وشدتها خير لهم لو كانوا يعلمون دي وحقرنا أيام الدنيا الدين أي اسكو ميزامي لهايين دين يا الدنيا لا دورتا دين بلا دورتا والذي نفسي بيدي لا يخرج منهم أحد الله أنكو دارتي كما بحو مدين أحد رغبة عنها نعو نعي درتي نين ظروف كالي هولك الوقب حيواقوني ظروف هي مسؤوليات هي حلال صحابة وغتكتي أيوة آدو تشعلو أهل وسنكتقي معاد باكتقي أبو عبيد باكتقي علي باكتقي وقوفتقي عراق صحابة باكتقي لي مسؤوليات هي ظروف قاهرة أيوة تشعل يقول الله وانك النعام دين لقاه الله لا يخرج كما بحو أحد أحد ومنه تذكى كميدة عنها عين المدينة رغبة عنها عين المدينة ونعها أيوه ودبسانه إلا هذو روح صاوقتك أجر المدينة نعون عدرتين أخلف الله فيها خيرا منه أحد كخير بدن بربك أنا أكون بدله أحد كخير بدن ومدينة كاجعل ألا أنا كأدو بربك أكون بدلي ألا وإن إن المدينة كالكير مدينة وحين لمت هاي بوفيمة هو كالكيري ولكن بوفيمة ضبق الغشل تخرج الخبيثة نينك حم بيسارتاه لا تقوم الساعة قيام مرد عيسو حتى تنفي المدينة شرارها إلى مدينة أي صار طعي في جسو كويدا حن حن كما ينفي الكيرو سيدا أبو فيمه أصغن أتكو رام أصار خبث الحديد برتا تيدا حن برتا مكي لقليو وضبكو كدعو ويعداتو للدبيو وحدادان قلوف تيدي وصخ تيدي سخام كذب أدان انت برلبكا يقوم با صوحر مدينة واسدة لباتوين كذي رفات كذا وحكوك لتقى هيا منافقين مسلمين وقلبه هوشا حكم خاص حلو النبي انه لا خاص اميا من سماء هو حكم عام الى قيام الساعه لسكم ان دافي ودا دو خيليه سببك وحا وي وحافظك كميد ياي نو كميد ياي حلو النبي جوغيو اي عند اخر اس قيام الساعه معلومه مس دجال صبحايو نبي عيسى سو دغيو مالمهاس وحي كو نكونيس حكم كيدي كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودنا حد هو من بدايه للنهايه لبدا راي باجره ظاهر النصوص حاوية حكم كاولي إنه تاجية ظاهر النصوص واسدة لكن مسألة خلافية نقل لو نجا أبو يعقوب الفسوي كتاب المعرفة والتاريخ والحديث كانوا أنتم بسند كوري وحور هذا إسناد جيد هذا إسناد جيد حديث كانوا كوري كتب ابن وحور عبد العزيز ابن محمد الداروردي عند أهل المدينة ثقة لمن ضرب وكه الله يا عبد العزيز ابن محمد الداروردي عند أهل المدينة ثقة والعلاء بن عبد الرحمن ثقة هو أبوه سيدا سجيل ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه تقوم به الحجة بوري هذا المهم قيبت أضم به وأنا مسلم وسلم حول ومن كان من أهل العلم اسكد من أهل الجهال ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل ما وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه سرد حدثني ثقة معه وأظهر مجعس أشيغه ثقة تقوم بالحجة بلوغانها ياول عبد المالك أمن المخارق عبد الكريم بلغسوا الربا ومجعس أويد هاريي لكن وقاعدة مضطردة إلا في فرد أو فردين من شيوخي ساسوا لي وذات كاس هذا من أهل العلم توذكرني صديق لي من أهل الجهل بتاقية المهم وحدث قتيبة بن سعيد قال عفوا عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار الهلالي يقول سمعت أبا هريرة يقول
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت وحالة إفري أو ليدر أن أهجره بقرية تولو تأكل القرى تولوين كاللقيس نوحو حالة إفري أن أهجره مقالون كاللقيس وحونيس وحيدا علو السلف كحالة قوضة الله بمعنو سيعوني مكو نبي أهجره عاصمة الإسلام كان النقوني ودمو دانا إذا لقفر هيا حقيقة أدونك مكاية حقيقة لقفر وأما قال هذا كليه حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة أنت النولايين لقفرت بالقرآن لا بالسيف مدينة محمد لقفرت بالقرآن لا بالسيف نبي قال دعاء الدري نبي قال أهجروا ذي حال حبا يوم قد عم بإسلام تقول لقيت كد من حفرتي أدون كورن بيلاقضي مكة يا لك قدوا لي مكة بالسيف بالقفرتي عراق بلغ قدولي شام بلغ قدولي مصر بلغ قدولي الدون كله بلغ قدولي وقرية تأكل القرى حقيقة ما تسمى معنى الله بعد وحيدا بعد السلف وحلو جيدا وما قال ما قال يقول عنيس وحلق وضع أيضا هل قاسي كتا الله وحلو الدون كان يدال لك يني وقال قدولي غني مذي حولو ذي حقيق لك يني مدينة أضومهم مدينة غنائمتي صلبكي إذا الله صنقنا إياه معنى هراك فيعا تأكل القرى سيداو ثرواتك يا خيراتك مغالون كوردن بعيدا لكينا يعوني يا عيدا باك بعيدا دونك لا غفراني لبدا معنى قرعصن او حقيقه وي انتبا معناها ضمن منك وحي من العسدين سو ابراهيم كما دعينين ان الله او كدغ مكو تهوي اليه افده الناس سيدو كله مدينه سيدو كله وي ددك ارزاق ودي وخيرات كودو دن با مدين لكينيا مكه يا مدينه خضار والبعدون كبحد واد كهلي اما سيسن كذا هل جوق موسم كان اميان لجوق ودريس نورو لكن واحد كيري سمج سيسن كو سمج و خيلغي سما خيلغو بخي جره ما و هدا ولي و بخايا مدينه مكه وحلبا و خيلك استوا تاغي ما هي له مواسمتي ادون كو دنكا بريعاد با لكيني يقولون ددك قاركود و خيدا هدان اما منافقين تو خيدا هان يا ثريبا بيدها يثرب ما هو هي المدينة والنبي عليه يثرب ما هي والمدينة هذا ترى القرآن كي كتمت يا أهل يثرب سورة الأحزاب كتمت هذا ترى هذا علي وحكاية عن قول المنافقين وحكاية عن قول المنافقين ما تقرير يقولون حين يثرب وحنا نبي قديد لبا معنى يثرب لقى كنا من الثرب وهو الفساد أو من التثريب وهو المؤاخذة بالذنب والملامة إن من التثريب لقى كيانو يتهاي إن دم بالقوة قبته ولي بدأها لقى الراعه لقى عنانته نبي يوسف نوكي وإليك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يأين من الثرب لقى كيانو أهم وهو الفساد يثرب مركب معنا مناسب مدينة كو أم معها أما قبته أما يعننته ما حيكون في عنته وهي المدينة قرآن كون إبضان بوشا كو العلي ما كان لأهل المدينة ومن أهل المدينة وهي المدينة المدينة وهي تنفي الناس وميل قلنا هذا من مدنا بالمكان إذا أقام فيه واستقر وهي المدينة تنفي الناس ذاتك في جساء ذاتك حنبا لوجه ومن باب إطلاق الكل وإرادة الجزء أموى عام لوجه خاص كما ينفي الكيروب في مسوء في أصار أخبث الحديد برتة هذا حن أموى هذا حن بل حديث البراء بن عازي وحاكم عند أحمد من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة نمكن مدينة يثربي هذا إلى هو طوبة كينو ما يتلم إلى هذه طابة وهي طابة هي طيبة هي مدينة صدح ما قعب على ربعينات ما قالوا كل شيء المدينة وطيبة وطابة صدح هذا ما قعب على النبي كسوكا طيبة نوال إلى هذا ما هذا الشيخ منورة وأولا ما أنه سقدر سنبلي ملاه المكان المشرف وكلهم ويعلى اسم الله لكن معيها أفتح وإنت حدثنا عمرو الناقد وابن عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد وقال لبدأ وداد وحيد هذه يحيى سفيان كما ينفي الكير الخبث سدب فم وححن أصار برت وقرب وححن المدينة تذكر حن أصارتا لم يذكرها ميسا شيء وذا دهاني لبضع الحديد بر ميسا شيء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن عربيا تيمية أي بايع رسول الله على الهجرة
نبي محمد وحي كلب بلامي إنه مهاجر نقونا يو ومدينة شوقي يو وميجي وكيب سكون نقونين فأصاب العربي رواية حديث كولي أي بايع رسول على الإسلام فبايع النبي على الهجرة فبايع النبي على الهجرة ثم خرج هاربا من المدينة جاء عربي إلى رسول الله فأسلم فبايعه على الهجرة معاني بضم باكو يمد قدم رجل المدينة وهو عربي مهاجر نواي واتمد إذن إن كان مكو إسلامي كذب ينبغى بلني أحد الله قال إنه مدينة جوي فأصاب العربي كرمي وها لي وعكم بالمدينة لحو باقبتي وعكم أي حمى قنع علس باقبتي يكا بالمدينة فأتى النبي رواية العديسية قلبتو كل النبي قبع على الهجرة ويكبري قنع بكاكا خيسي وبجوغي وايبا نبر مبالغو التاقي فأتى النبي قبع عليه السلام فقال يا محمد نبي محمد أقل لي بيعتي بيعتي يعلي بيقول بيعتي شلع أنك لقى لإن المدينة جوغا هيد وإيعلي بيع سمازحين فأبى رسول الله رسولك لأبى كديدا ما يقول ويسكن نغضي ننكر يميقى هبينك ببري رواية قالي هبينك بكو ببري حانونك شميت كدران باقبت وحبوط عمك اللي قد ينسكت شوغا أتكيست حانونك حانونك كدران والله ابتحانها هي قندا قندا كدران باكو سبوت قندا فيل دران باكو سبوت ثم جاءوا فقال أقلني بيعتي نبي الله بيعتي علي أنا أقول أبا الله ما يهجئنا نشوك مكة مدينة فأبا النبي قواتي ثم هبين كلا بعد صدحات ببريي ما أقول عادنا قال رضي الشالة يمتكس يدرم حنون قبو إسلام الله بيا وذات الحقوق أسبب مكين وصوع عرر بيعوها اللي عليها أسكع عرر ذات كي هرد مي مي مقالات شوية بذات بلان لها هاي أضوه ببيعات فوق لها بيعي علم ماشا كوقن خنطه بس كن بذكر راعي لها يدبرم بلك أحد يجينه كبح ديدنيا وليقوا بني ما قدم بيس حنون النفط أوك يعني ثم جاء النبي يقول فقال حول أقل لي بيعتي نبي الله ويعي لبلان تيدي أحد يجي فأبى النبي قال فخرج العربي رواية كلي ثم خرج هاربا من المدينة عر أقعدان بك قبح المدينة أقل لي بيعتي فأبى فخرج العربي فقال رسول إن المدينة كالكيري مدينة وحيلا متاهي بوفمها برت لقوقبه تنفي وحيت كورتاي كماش كسرتا خبثها وحيد الليتة وحليتة وينصع وحائف تيمور دلالة طيبة كذا وناكسا الناسع من كل شيء خالصه طيب وجه الناسع يا شيء الناسع بياض الناسع بالغرنة وخالصك انت رقضة روحة ايا صوهري انت حنو ويتقي ساو حقاضها حونه هذه امتحان كذا لتقاي حديث كان يختلف على ابن المكدر مرسلا ومسندا مركة الرواية مركة مالك أي محفوظة عند المحدثين مالك عن محمد قدر عن جابر مسند ومرفوعا نين لو انجري أيوب بن سيار أي إرسالي عن المكدر مركز دار قدن وحول ورفعه صحيح حللك الرواية مالك باصحا وأنا طي دورتين صحيحين حللك سيصدح كن الله بقولي يشنك فيري وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري حدثنا أبي أبينا ومعاذ ابن معاذ العنبري حدثنا شعب الحجاج عن عدي وابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد أيها المقلي وسحابي صغيرة بلام يزيد الأنساري الخطمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورواته صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر إنها مدينة طيبة وي. طيبة ليداتي وناك سنيد يعني المدينة وإنها أيضا تنفي الخبث كما تنفي النار كير كنا لوجي إذا أسرق يوحى كدرن هي يوحى أفوفة هي ضبقة لوجي وحديثك عدي تنفي كما تنفي النار ضبق صوصا في قريه أما هو مش وقصاره خبط الفضة فضة كذا حن يقشن كذا إيو دحل كير حديث كمرك قصة ولا في أوليها كويمت حديث كي أصل حديث زي متابل مالك يوحى مكون نبي وبحي أو مرافقين الله بحين والله يصور فريستي حبدون ولا أي صندعين وكي صلى بتين عيدن كي صدح مرض ما لا يصلى بتين ومنافقي وين عبد الله بن أبي بن سلولها والله صلى بتي عيدن صدح بقول كبدا صحابة اسكو خلافين من كان لابتي ومسلمين يا مسلمين معها إلى هنا أكيري فما لكم في المنافقين في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا آيات داسة سودك تحديك سيدة سؤال مركو النبي
ايضا اسودكتي اي وحول انها طيبه مدينه ايضا نول بفشلي بعيدا زماني لما تنتر جوغا مدوك محلي الهي وما عبد اسرن بيد وحي بنا انه فلي هي انه ديقسي هي انه بخيل هي انه هاد وحو دو وي سوبي ميلو بو رفاد بدن با لو كلا بخا سيده دو سيده نينك رغا مركي بلايا تاغنتي با لا برتا دمرنا برارا لو برتا ويكل دوي ويكل دوي ولا قلا قايا اذا حديثك اصل كاسو لها سوف فاسن وحن كبر الترمذي في جامعه 3028 اصل كسن في صحيحي حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وابو بكر بن شيبه بخاري هو وريا سو دهر بوريا قالوا وحدن علماءس حدثنا ابو الاحوص سلام سليم الحنفي عن سيد بن حرب عن جابر بن سمره ابن جناد ابن جناد السوائي قال عن الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سمى المدينه طابه الهي مدينه حكم مغعاب طابه الا ابحي انا ما بعني طابه يعني معيها كاغدوبه طيبه اي طابه اي مدينه واسكمت سيد احمد بن محمد بالقران كنبي يقول لو مغعاب ياتي بعد اسمه اسمه احمد ما كان محمد واسكم معنا اسكاغدوي طابه مركو من الطيب باب من اراد اهل الميت بسوء اذابه الله قدره سويت كذا مات والله سبحانه وتعالى اعلم.